صباح الخير. كيف أنتم؟ أحسنتي، شكرا لكم. أريد نشاط رياضة الصباح أمام ثاني تخسر أعلى أسفل سووا لي تك 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 ما تك 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 شد علينا تك 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 نقرأ ونكتب وبنقفز من تفضلوا استريحون. شكرا لكم يا حلوات. اليوم راح نتعرف على درس جديد وقواعد جديدة من خلال كلمات درسنا اللي راح تلاحظونها بالبطاقات، وراح نتعرف عليها من خلال القصة والفعالية. نلاحظ احنا قبل فترة تعرفنا على الهمزة المتطرفة. منو تقول لي اخذناها بيا درس يا شطورة؟ نعم، ودرس أمين بنا. أحسنت، صفقة إلها. بعد يا درس أم أيمن وأم أقبال تفضلوا. أحسنت، وتعرفنا عليها الهمزة المتطرفة. ليش سميناها متطرفة يا حلوة؟ تقولي لأن تأتي بالطرف، سموها المتطرفة. تأتي بداية الكلام وتأتي في آخر الكلام، لها ثلاث صور الهمزة المتطرفة. تأتي مع الألف، وتأتي مع الواو، وتأتي مع الياء. تأتي في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر الكلام. إذا جاءت مع الفتحة، طوني كلمات بالفتحة. أيمن بعد كلمة. أنا بعد كلمات بالفتحة. أمين أمين نعم. عدنا أيمن، عدنا أنا، عدنا قرأة جاءت بصوت الفتحة. زين، أريد تأتي بصوت الضمة، الهمزة مع الضمة. أمو نعم بعد بعد أمي. أحسنتي. بعد يا كلمة نقرأ. صفقة للحلوات. وتأتي مع الكسرة، من تقول لي أي كلمة تأتي مع الكسرة؟ إقبال. نعم إقبال. وبعد بعد إيمان. إيمان إيمان. وبعد كلمات مع الكسرة، تأتي مع الكسرة. ما هذه الكلمة؟ إيناء. أحسنتي، صفقة للحلوات. وتأتي على السطر مع السكون، تأتي على السطر. أي كلمة يا زهراء؟ بناء. أحسنتي. بعد بعد نعم ما بعد، من تقرأ لي هذه الكلمة؟ دف. نعم كلمة دف. وأيضا تأتي مع كلمة إناء. تلاحظون الهمزة جاءت على السطر وحدها، يعني ما جاءت على الألف ولا على الواو ولا على الياء. بعد ما عرفنا أشكال الهمزة ومتى تأتي، راح نتعرف إيش وقت نكتبها. تكتب الهمزة في آخر الكلمة على حرف يناسب حركة الحرف الذي يسبقها. يعني عندما نكتب الهمزة على الألف، ننظر إلى الحرف الذي يسبقها، الحرف الذي يسبقها. إذا جاء بحركة الفتحة تكتب الهمزة على اليمين، على الألف تكتب الهمزة على اليمين. ليش؟ لأن نظرنا إلى الحرف اللي يسبقها. شبي الحرف اللي يسبقها؟ مفتوح عليه فتحة. زين، تكتب الهمزة على الواو متى؟ ننظر إلى الحرف الذي يسبقها. إذا جاء الحرف الذي يسبقها مضموم، يعني شنو مضموم؟ عليه ضمة. نكتب الهمزة على اليمين، على
على الواو مثل كلمة تكافؤ. لمن نظرنا؟ نظرنا على الحرف اللي يسبقها. ايش في الحرف اللي يسبقها؟ مضموم. ايش في الحرف اللي يسبقها؟ مضموم. كتبناها على اليمين. واو. على الواو مثل كلمة تكافؤ. نعم. وتكتب الهمزة على الياء الغير منقوطة، هاي نسميها ياء غير منقوطة، يعني ما جواها نقاط. الياء تكتب الهمزة على الياء الغير منقوطة. ننظر إلى الحرف اللي يسبقها، إذا كان الحرف اللي يسبقها مكسور نكتبها على الياء. إيش بي الحرف اللي يسبقها؟ مكسور. نكتبها على اليمين. على الياء مثل كلمة قارئ. قارئ. ننظر الحرف اللي يسبق حشبيه مكسور. كتبناها عيمين. الياء الغير منقوطة. وتكتب الهمزة على السطر عندما يأتي الحرف اللي يسبقها يكون ساكن. الحرف اللي يسبقها ساكن عليه سكون مثل حرف المد. نكتبها على اليمين على السطر مثل كلمة ماء. بناء. لاحظوا الحرف اللي يسبقها شبيه عليه سكون. شو تشوفون؟ شنو عليه؟ سكون. حرف مد ساكن. إذا هنا الحرف اللي يسبق الهمزة إذا كان حرف مد ساكن نكتبها على السطر مثل كلمة ماء وكلمة بناء وكلمة دف. صفقة للحلوات. هسه راح نستمع إلى فعالية الهمزة المتطرفة.